موظفي إدارة السجون ليس فقط الموظفي السلك الأمني أو السلك إعادة التربية، هناك أسلاك مشتركة أخرى تساهم جنبا بجنب في سياسة إعادة الإدماج، وهم كذلك مهمين جدا. أسلاك الطبية، أطباء المؤسسات العقابية، جراحي الأسنان، الصيادلة، الممرضين، الأخصائيين النفسانيين، معلمين في التعليم العام، في التعليم الثانوي، في التكوين المهني، المربي الشباب، مختصين في الشبيبة والرياضة، في الترفيه، يعني المساعدات الاجتماعيات، الأئمة، معلمي القرآن، كل هؤلاء جميعهم يعني يقومون بعملهم داخل البيئة المغلقة، ويساهمون هم كذلك حسب الاختصاص كل واحد في هذا العمل، وبالتالي هم كذلك يقومون بعمل شاق وعمل صعب. ينبغي أننا تكون هناك التفاتة طيبة في للموظفي إدارة السجون. وعلى هذه الأساس فإن السيد وزير العدل أثناء تنصيبه يعني كان لي حديث في هذا الأمر، وقال لي صراحة أنا أتبنى قطاع السجون وأتبنى طلبات موظفي إدارة السجون، ونسعى دائما إلى تحسين ظروف العمل وتحسين المستوى المعيشي لهؤلاء الموظفين. يعني فقط في هذه الأيام الأخيرة هناك أكثر من 800 طالب يعني موظف متربص في المدرسة الوطنية وملحقاتها، كما تم كذلك توظيف الآن 1400 منصب تم إعطائنا رخصة استثنائية من الحكومة بعد مساعي السيد وزير العدل حافظ الأختام في هذا الملف، ونحتاج كذلك إلى ربما بعد سنة يكوننا جاهزين للعمل بأمانة وإخلاص وجاهزية على مستوى جميع المؤسسات العقابية. ولا ننسى بأن الجزائر بحد ذاتها هي قارة، وبالتالي نسعى إلى تواجد جميع المؤسسات العقابية على مستوى المحاكم والمجالس القضائية، حتى خدمة القضاء بإمكانها أن نقوم بأدائها على أحسن وجه، تكون قريبة من سكن الأشخاص الذي تم وضعهم في المؤسسات العقابية. هذا يعني أمر يحتاج إلى عنصر بشري عدد من ناحية العدد ومن ناحية التكوين.